امبارح اتكلمنا مع حضراتكم في السادسة على موضوع أو على سيناريو تأجيل قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، المباريات اللي كانت مفترض أنها تقام يوم 25 بين الرجاء والزمالك و26 بين الأهلي والوداد المغربي. والحقيقة يمكن طرحنا على حضراتكم أنه كان في صدمة مبدئيا في الاتحاد الأفريقي بمعرفتهم أنه الاتحاد المغربي لكرة القدم قرر أنه يلعب ماتش الرجاء والوداد لقاء القمة في المغرب يوم 24، يعني قبل 24 ساعة من لقاء الذهاب بين الرجاء والزمالك. وده طبعا معناه بشكل مباشر انه الاتحاد المغربي حط قرار وخد يعني عدد من الاجراءات المرتبطة من وجهة نظر الاتحاد المغربي انه هيتم تأجيل قبل النهائي الافريقي شاء من شاء وابى من ابى. يعني ملهاش الحياة، ملهاش تفسير تاني. وكان الكلام امبارح انه المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي هيجتمع عشان يدرس فكره الالغاء، واتكلمت مع حضراتكم وقلنا انه اذا الموضوع خرج عن نطاق السيطره في المغرب واذا تم اغلاق المطارات، بالتالي احنا امام امر واقع خارج سلطه اي اتحاد رياضي او خارج نطاق اي نادي من الممكن انه ياخد اجراء معاكس، وبالتالي كانت الاحتماليه الاكبر انه يتم تاجيل الماتشات. لكن الحقيقه في تقارير صحفية مغربية قالت إنه المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي قرر بالفعل تأجيل مباريات نص نهائي دوري أبطال أفريقيا وكمان الكونفدرالية لشهر أكتوبر بدل من شهر سبتمبر. وأكد الحقيقة موقع لتراسون سواسونت، موقع مغربي متخصص في الرياضة، يعني إنه المكتب التنفيذي للكاف هيعقد اجتماع استثنائي يوم الخميس زي ما قلنا لحضراتكم من امبارح عشان يحدد المواعيد الجديده للادوار النهائيه للمسابقتين الكونفدراليه ودوري الابطال، وهيتم اعلان تاجيل اقامه المباريات بعد ما يكون في اتفاق ودي كده بين مسؤولي الاتحاد المغربي والاتحاد المصري لكره القدم يتم على اساسه الترتيب للمواعيد الجديده. التقرير كمان تابع انه لجنه المسابقات التابعه للكاف هتعلن اجراء ماتشات او مباريات الذهاب في يوم 16 و17 اكتوبر، وماتشات العوده هتكون يوم 23 24 اكتوبر برضو، و31 يبقى النهائي اللي هيجمع بين الفرقتين اللي هيتاهلوا من قبل النهائي. عدد كبير جدا الحقيقه من اسئله او من علامات الاستفهام فيما يتعلق بهذا الموضوع يا سارة. اكيد طبعا، وجمهور الاهلي بين حاجتين يا احمد، يعني في الاغلب بيقول ان التاجيل زي رايك طبعا ان هو في صالحنا، تكون اللعيبه كلها جاهزه، يكون خلاص كله مشارك وكله يعني بدنيا في حال افضل طبعا بعد فتره راحه صغيره من الدوري، وفي يعني ناس بتقول انه لا، الافضل انه كنا نلعب على طول الماتشات علشان احنا رجلنا في الملعب لكن الفريق الثاني بقى له فتره متوقف ومرتاح. بس الحقيقه انه الاهلي جاهز ان هو يلعب اي فريق بكامل قوته، هو ده الاهلي اللي احنا اعتدنا عليه يا احمد. هو الاهم بالنسبه لي في القصه كلها، وان كان ده لسه حتى اللحظه ما فيش تصريح رسمي بيه، مفيش تأجيل رسمي، انه مش بس ما فيش تأجيل رسمي، انه كمان لا، هو خلاص احنا كده في اطار التأجيل. يعني اعتقد ان احنا بنتكلم انه احتمال المواعيد بس تكون زي ما ذكرنا كده نص اكتوبر واخر اسبوع من اكتوبر والفاينل يبقى 31 او يبقى في تغيير في المواعيد، لكن الاهم من وجهه نظري هو بقاء النظام على ما هو عليه، يعني انه ماتشات قبل النهائي تقام بنظام الذهاب والاياب، وده التخوف الوحيد او الحاجه الوحيده اللي كانت محل شك امبارح نتيجه طبعا للكلام عن ظروف التاجيل، لان احنا بنتكلم على موسم ممتد وطويل جدا، وبالتالي كان في احتماليه انه تقام بنظام البطوله المجمعه، وده اللي بالنسبه لي ما كانش اعتقد هيبقى في مصلحه النادي الاهلي. ودي حقيقه انا بتفق معاك في ده فعلا، مباريات الذهاب والاياب هتبقى افضل بالنسبه لنا جدا، خصوصا ان احنا كمان بالنسبه لنا احنا كاهلي وكزمالك حتى انه ماتشات الذهاب هتتلعب في المغرب، واعتقد ده بيدي افضليه نوعا ما للفريق اللي بيلعب ماتش العوده على ارض. انا بتفق معاك في ده.